سيادة المحافظ، الاحتياطي الآن ايه؟ 16 مليار تقريبا ونص. ونص نص مهمين جدا. قلت حضرتك انه بنهاية هذا العام تستهدف ان يصل الاحتياطي ال 25 مليار. ازاي؟ هتجيلنا تدفقات كتير في الفترة الجاية، وعلى فكرة انا متوقع ان مصر هتجيلها تدفقات يعني فوق ما تتصور ان شاء الله في الفترة الجاية. احنا شغالين في كذا خط، يعني مش عايز اعتدي طبعا على العمل الحكومة وانجازاتها في المجال ده، بس في مبلغ كبير قوي جاي في الفترة اللي جاية تم التوقيع عليه. السعودية؟ من لازم اقول يعني مش لازم منين بالظبط؟ ها يعني لنا خبر. طيب وفي الشرق في الصين، لما رحت هناك عملنا اجتماعات قوية جدا، ومنتظر ان هم هنروح في بعثة طالعة بقيادة نائب المحافظ عشان هنشتغل معاهم على مشروع، هنعرض عليهم مشروعات كتير، وهم واخدين تعليمات ان هم مصر هي البريوريتي، هي الأولوية. واحنا اتكلمنا مع مؤسسات الاستثمار في رؤوس الأموال والمؤسسات المالية، وانا اعتقد من الصين في خلال السنتين الجايين هيجي لنا ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات. 30 مليار دولار استثمارات؟ اف دي اي ولا استثمارات؟ اف دي اي مباشره، مش مباشره. مباشره مهتمين جدا مصر، ومهتمين محور قناه السويس، ومهتمين بالغاز والنسيج، مهتمين بمشروعات الغاز. عايزين يدخلوا يشاركوا في مشروعات التنقيب عن الغاز الكبيره والاكتشافات الكتيره، يحطوا فيها فلوس كتيره جدا. ف ده برغم انخفاض يعني هم عمالين بيتخانقوا معايا يعني يلا طب يلا فان شاء الله الحكومه الجديده، التغييرات الجديده، نبتدي نشتغل مع بعض بسرعه. وعندنا تدفقات السنه دي الدوليه، انا منتظر تيجي مبالغ كبيره في الفتره الجايه ان شاء الله. احنا مستنيين في خلال الثلاث اربع اشهر الجايين هنقدر ان احنا نجيب مبالغ في حدود على الاقل 5 مليار دولار انا اعتقد. فعندنا خطط يعني ان احنا بحيث نرتب الامور، احنا بنكمل ترتيب الامور بحيث ان يبقى في ارضيه جاهزه لاستقبال كل التدفقات دي. الناس اللي يعني مستهونه بمصر وبتنتقد كتير من المصريين او من الاخرين، احنا ان شاء الله هنوريهم مصر ممكن تعمل ايه.